مشاهدينا مشاهدي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وأهلا بكم في نشرة جوية جديدة نستعرض خلالها تفاصيل الحالة الجوية التي تؤثر على المملكة نهاية الأسبوع الحالي، إذ تسيطر على منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط كتلة هوائية قطبية قادمة من سيبيريا ستعمل على تشكل منخفض جوي عميق وقوي يؤثر على عموم بلاد الشام، يبدأ تأثيره اعتبارا من ساعات مساء الأربعاء، ويتوقع بمشيئة الله أن تؤثر عاصفة ثلجية على عموم مناطق بلاد الشام أيام الخميس والجمعة والسبت، يصل تأثيرها إلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، وتحدث اضطرابات حادة في الأجواء ونشاط للرياح وتفاوت كبير في درجات الحرارة. كنتيجة لهذا المنخفض يتوقع أن تتشكل عواصف رملية قوية يوم الجمعة في مختلف أجزاء البلاد، بحيث يطرأ نشاط كبير على الرياح الشمالية الغربية لتصل سرعتها في بعض الهبات لأكثر من 70 كيلومتر في الساعة، وكنتيجة يتوقع أن تنخفض مدى الرؤية الأفقية بشكل كبير وملموس، وربما تكون منعدمة في بعض المناطق بسبب الغبار الكثيف. على صعيد متصل تندفع عاصفة رملية أخرى جديدة يوم السبت من المناطق الشمالية لتؤثر على مناطق واسعة من البلاد وتترافق مع نشاط في الرياح تصل سرعته إلى أكثر من 50 كيلومتر للساعة أحيانا. كذلك يتوقع أن تتساقط ثلوج كثيفة بمشيئة الله يوم الجمعة والسبت، تتراكم في المرتفعات الجبلية وتشمل الثلوج مرتفعات تبوك والجوف ورفحاء، بحيث سيصبح محور المنخفض الجوي المتوقع مناسبا لشمال السعودية اعتبارا من يوم الجمعة، ويشمل التساقط مناطق واسعة من مرتفعات تبوك والجوف وطريف، كما يتوقع أن يحصل تراكم كبير للثلوج في المناطق المرتفعة من تبوك. وبالنسبة لغزارة الهطول فمن المتوقع أن تكون كثيفة أحيانا خاصة على مرتفعات اللوز العالية من تبوك وأجزاء من منطقة الجوف. يجدر التحذير من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض الأحيان خلال هبوب العواصف الرملية يومي الجمعة والسبت، كما ننصح مرضى الحساسية والربو بتجنب الخروج من المنازل لعدم التعرض للأتربة المثارة بفعل الرياح، كما يحذر خلال الظروف الجوية القادمة من خطر تراكم الثلوج في المرتفعات الشمالية للبلاد، لا سيما في تبوك والجوف وطريف ومرتفعات اللوز العالية. يذكر أننا سنبقى في مركز طقس العرب الإقليمي على تواصل مباشر في تحديثات متتالية لإطلاعكم على آخر التطورات والتنبؤات الجوية خلال الأيام المقبلة. تابعونا عبر موقع طقس العرب الإلكتروني، بالإضافة إلى صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.